بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم بهذا الدرس عن الابتدائيات، البنية الجسمية، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. بما أن الابتدائيات هي حيوانات محيدة الخلية، لذلك تحتوي خلاياها على نواة معرفة. طبعا هذه النواة حقيقية بنسبة 100%، محاطة بقشاء حولها. طبعا الخلية عديمة الجدار الخلوي كما تعلمون، ولكنها تحتوي على عضيات مثل الميتوكوندريا، وطبعا جسمها جسم جيولوجي بنسبة 100%. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك أعضاء تساعدها على الحركة، هذه الابتدائيات منها هذا النوع، لديه نوع من أنواع اسمه التيرو بنسوما، لديه سواد على جسمه، وأيضا نوع آخر اسمه البراميسيوم ساعدها على الحركة. طبعا البراميسيوم لديه أكثر من 2500 حدبة ساعدة في الحركة والمشي، وسريع جدا في الحركة. أيضا الأرجل الكاذبة لدى اللبيبة، هذا النوع لديه أرجل كاذبة، هي نتوءات مؤقتة طبعا كما تعلمون. سببها الأرجل الكاذبة، سببها هو السيتوبلازما. طبعا الأرجل الكاذبة تساعدها على الحركة وعلى التقاط الغذاء بطريقة البلعمة. هذه أكثر المعلومات بشكل عام التي نقدر نطرحها في هذا الموضوع، البنية الجسمية لأنواع الابتدائيات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في الدرس لاحقا.